السينيور دي زانو فيلم فيه ثلاثة السوايع تدخلنا في القصة ديال الوحدين تقلبوا على واحد الخاتم وشكل غير قداك الخاتم، وهذاك الخاتم تعطي واحد القوة خارقة بحد ما مثلا تقدر يختفى، تقدر يشوف شي حوايج ما تيشوفهمش الناس الاخرين، وهذا الخاتم تعطي الباور، واي واحد خد هذا الخاتم ما تيسخاش به، ما تيقدرش يحيدو وتيولي متعلق بداك الخاتم ويقدر يدير اي حاجه باش يبقى عنده. داكشي علاش الفيلم سميلو لو سينيور دي زارم. وماشي غير هادشي، الفيلم كامل كيبين واحد الوحوش، ودوك الوحوش بلي تصيبو عن طريق واحد ماجيسيان. هاد الوحوش صيبهم واحد السحار سميتو سارومان. هاد سارومان هذا مطيفين معاه من شحال هادي، و حتى هو باغي ياخد هذاك الخاتم، دونك تيحاول يدير مجهود كبير باش يصيب واحد العدد كبير ديال الوحوش باش يمشي ويجيبوا ليه داك الخاتم ويولي باورفول اكثر. هو في الاول ما كانش شرير في الاول، كان عادي بحالو، من بعد دار طلع في الخوا ولا باغي يشد كلشي، ولا كلشي باغي يكون ديالو، ولا باغي يساليها مع كاع الناس ويبقى غير هو. سارومان تا هو واحد من الابطال ديال الفيلم، ولكن من الجهة الشريرة ماشي من الجهة ديال الخير.